يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل من ذبح العقيقة عن المولود في اليوم الثالث من ولادته هل يعد في اليوم الثالث من ولادته هل يعد آثما؟ لا حد مأجورا. ذبح العقيقة يجوز في أي يوم الحمد لله، لكن الأفضل إنه يوم سابع من، هذا الأفضل يوم سابع من ولادته، إذا ما حصل فيذبحها في أي يوم الحمد لله. نعم.